طفل البريه هو هذا اللي قاعد هذا اللي قصف عليك هذا طفل البريه اهلا وسهلا نرحب بكم في سفاره فلسطين هنا مجسم لما نسميه نحن مدينه القدس القديمه طبعا القدس مدينه قديمه جدا في التاريخ وقد تعرضت للمآسي تم تدميرها اكثر من مره ولكن فيها التراث الإنساني القديم منذ أكثر من 4,000 و5,000 سنة وبالنسبة لنا في فلسطين تسكن في وجداننا أيضا في كل فلسطيني. El mundo debería servir de hogar de todos, pero se ha visto dividido por múltiples conflictos. Este momento de silencio refleja un dolor inconfesado por la separación y el anhelo de paz. في عام 1967 كان هنالك تجربة شخصية بالنسبة لي دخل الجيش الإسرائيلي إلى مناطق ما حيث نسكن وقام بترحيلنا أنا ووالدتي وثلاثة أخوات وأخين اثنين أحدهم كان لا يزال عمره في الثالثة فكنت مضطراً أن أحمل أخي الصغير عمره الثالثة وأضعه على ظهري وأسير به مسافات طويلة ثم قام الجيش باستعمال باصات عسكرية ورحلونا إلى نهر الأردن حيث كان هنالك الخوف وكان هنالك الجوع وكان هنالك التساؤل الكبير ما الذي يحصل كنا في حينها لم نتوقع ذلك وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي ولا أحب أن أحد من أبنائي أو أحفادي يمر بها السلام بالأساس كلمة بعض الأحيان تكون مبهمة بالنسبة لي في هذا العمر وفي هذا السن وبالنسبة لشعبنا لا توجد عائلة فلسطينية إلا يتعرض أحد أبنائها للاعتقال ولا يوجد عائلة إلا أيضا تخسر أحد أبنائها من الشبان السلام أن يكون الإنسان يعيش في حالة طبيعية بمعنى أنه لا يخشى الآخر ثم السلام يعني هو أنك تشعري بأنك تحلمي في المستقبل وقادر على تحقيق الأحلام La paz nos permite plenamente vivir nuestras vidas y soñar nuestros sueños. La paz es también una fuerza resistente que empodera a todos los pueblos para vivir libremente como deseen y mantenerse unidos hombro con hombro.